اسم الحيان جمال رئيس الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعة الحفلات. كما لا يخفى عليكم اليوم كان عندنا واحد لقاء تواصلي بجهة مراكش أسفي قصد تزكية الأخ ديالنا السباعي، تزكيته قصد تكوين مكتب جهة مراكش أسفي، وفي نفس الوقت عقد لقاء تواصلي ومناقشه بعض المشاكل اللي كتهم الجهه ديال مراكش اسفي، وهو في الحقيقه نفس الاشكاليات اللي كنلقاوها في جميع الجهات واللي كنلقاوها كاع في المغرب ككل، وهي الناس كيعانيوا من بعد الناس اللي هما دخلاء على هذه المهنه ولا على هذه الشركات اللي هما ديال قاعه الافراح واللي كيتجلاو في السمساره وفي حوايج اخرى اللي هي اكثر من داك الشيء، وان شاء الله حنا راه كنناقشوها ونشوفوا كيفاش غنديروا الاشكاليات ديالها، وفي انتظار استكمال بعض القوانين اللي هي كتتعلق بقاعه الافراح وتقديمها للسلطات المختصه قصد المصادقات عليها، وبعد ذلك غادي نكونوا كنشكلوا واحد الاطار قانوني لاي قاعه ولا اي مكان اللي هو خاص بالحفلات غيكون عنده الضوابط ديالو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مطهر زي العابدين عضو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش أسفي. كي تنقولوا الإخوان ما كاينش قطاع ما فيه العشوائية، اليوم تنطلبوا حنا المعنيين كاملون بأنه تنطلبوا من الحكومة ولا الجهة الوصية، اليوم لا بينا ننظموا راسنا، خصنا يكون عندنا واحد الاطار قانوني ديال كل مهنه وديال كل حرفه ولا كذا، لان باش حتى اليوم باش حتى الديفلوب كي تنقولوا الاقتصاد الوطني، اليوم حنا كي تنقولوا مقاولات تنخدموا داخل الجهات ديالنا، بغينا تحسن وبغينا المسائل ان شاء الله ونجودوا وداخلين على استحقاقات، وحنا من هذا المنبر لان كي تتعرفوا جهات مراكش اسفي راه من اكبر الجهات عالميا واشعاعيا اللي اليوم حنا كارباب ولا كممول الحفلات حنا سفراء، لان تيجيونا ناس من اوروبا من امريكا من اسيا من جميع، اليوم خصنا نجودوا بالخدمه ديالنا لا على مستوى الممولين ولا على مستوى القاعات، وتنتمناو من الله التوفيق للجميع وتنشكركم جزيلا. بالنسبه للعشوائيه في القطاع هما الناس اللي كي تنقول لك هما تيكونوا خوتنا، حنا انا غادي نقول لهم خوتنا واخا ما داخلينش معانا ولكن خوتنا، لان اليوم الدوله خصك تكون رابح الدوله تستافد والمقاوله تستافد، كاينين تنعرفوا الناس في هاد ما تيخلصوا لا ضرائب لا كذا، راه هذا هو الاشكال اللي تنعاني، وتنقصوا حتى في الاثمنه وهذا ضرب المهنه والمهنيين كاملون.